أخبار اليوم. يا استاذ ماهر، المبنى ده خارج المدرسه مش كده؟ المباني خارج. في اي اسئله ممكن نجاوبك عليها؟ يعني المبنى ده تبع المدرسه. لو عايز اسئله احنا نجاوبك عليها. احنا الاداره المدرسه دي مدرسه الصناعه. دي الصناعه. دي الصناعه. دي تبع الصناعه. دي تبع الصناعه. السور ده الصناعه. ايوه ده على بريس. ده على بريس الصناعه. وفي كده على الطريق شغاله. شغاله. شغاله بس فيها امتحانات دلوقتي. يعني شغال. شغال. وفي طريق كده كمان هي داخله عليه. في طريق من يطلع الطريق الرئيسي. في هنا بقى طريق يطلع على الطريق اللي هناك ده. المباني اللي هناك والبيت اللي هناك والشجر اللي ورا ده. يعني شوف الحته دي الجزء ده انا ليه كده؟ انا والله اشتغلت لحضرتك لنهايه الشجر. اتفضل. يعني الجسر الناحيه دي قبل الجسر معاليك يا فندم. ده كله هنبدا اهو. ده طرف هنبدا هو الجامعات. المدرسه. مدير التعليم الفني. الجامعه كريمي. حكم وحيد. بعدين كلام منطقي. واقرب ليه هنا؟ اقرب له وانا خففت الكثافه على مدينه المنصوره. احنا حتى لما نيجي نعرض يبقى اهو المبنى اهو هناخد مثلا المبنى ده للزراعه مثلا ده كثافه الاحتياج وعندي هنا مال مقدر انا عايز استفيد منه مثلا من الارض اللي تجيب العمل للزراعه مثلا يعني لا الارض ماليش دعوه بيها الارض بتاعت الزراعه بتاعت كليه الزراعه ممكن تستفيد بيها ممكن بردك معاها كل شيء بالمكان كامل متصور صح وتقول صح بالمساحات بعدد الحجرات بالكثافه مصر كثافات الطلبه خلاص لكن معماريه وصلاحيه المبنى 20 سنه 30 سنه 40 سنه المبنى صالح ل 90% مع الوزير هذا ما يمشي معايا خلاص هنيجي بعد كده بقى مع الجامعه نجيب عدد الطلبه اللي بيروحوا بالاس وكل الجهات المحيطه ديت هذا متوسط كام من الجامعه؟ والله علشان لما انا اقول انا وافقت على الناحيه الانشائيه وافقت على الناحيه المعماريه ومش هيحصل واعرف ازاي افصل بين الاثنين انا بعد كده اقول ده انا عندي هوفر 50000 طالب 20000 30000 في المتوسط اقدمهم هنا طب هم في ايه؟ الجامعات اللي انا العدد الكبير اكبر جامعه فيها عدد بالتوالي كده هي دي اللي انا اقول لك تشتغل اكبر كليه اصلا بالظبط هتبقى زراعه هتبقى تجاره يتعرض الملفين دول مع بعض